نذرت لوجه الله تعالى إذا خرج عني، إذا فرج عني كربة، أن أصلي 7 ركعات كل يوم حتى أموت، فهل في ذلك شيء؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، وكيف يمكن أن أؤدي هذه الصلاة؟ هذا نذر طاعة يجب الوفاء به إذا حصل الشرط المعلق عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإن كنت نذرتيه في الليل فإنه يكون صلاة الليل، ويكون 7 ركعات يعني بالوتر، تكون 7 وترا، وتكون الركعات التي قبلها مثنى مثنى، فتصلين 6 ركعات بثلاث تسليمات، ثم تقومين في 7 وتوترين بها صلاة. أما إذا كان هذا النذر في النهار فإن النهار ليس فيه وتر، ولكن تجعلينها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم.